هذه الحلقة بالتعاون مع توي تريانجل. مرحبا أصدقائي، سنتعلم اليوم كيف نرسم خفاشا. هل أنتم مستعدون؟ سنحتاج إلى قلم رصاص، ممحة، ومجموعة ألوان. جميع هذه الأغراض وأكثر تجدونها داخل صندوق أفنجرز الجميل هذا من توي تريانجل. باستعمال قلم الرصاص نرسم دائرة لتكون رأساً للخفاش، ودائرة أكبر منها هنا لتكون جسمه. نرسم أذناه وجناحاه الكبيران. نرسم له عينان وفم جميل. نرسم له أطرافه السفلية ومخالبه وأنيابه الحادة. باستعمال القلم الخشبي الأسود نرسم فوق خطوط الرصاص التي نحتاجها. إن طائر الخفاش من الثدييات، أي أنه يتكاثر بالولادة، وهو النوع الوحيد من الثدييات التي تطير. ويتميز الخفاش بحاستي السمع والبصر القويتين جداً. باستعمال الممحة نمحي جميع الخطوط الزائدة. سألونه باللونين الرمادي والأصفر، وألون فمه بالأحمر. إن حياة الخفافيش حياة مختلفة تماماً عن حياة الحيوانات الأخرى، فهي تنام في النهار وتنشط ليلاً. وينام الخفاش ورأسه متدلياً للأسفل، وقدميه معلقتان، وجناحيه مضمومان. يحتوي صندوقي على عدة طابعات جميلة، سأختار واحدة منها وأزين بها رسمتي. كما أنه يحتوي على لعبة التركيب الجميلة هذه. لهذا الصندوق عدة استعمالات، سأزينه بالرسومات اللاصقة وأخذه معي أينما ذهبت. كم هذا جميل! أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. أراكم في الحلقة القادمة مع رسمة جديدة ومجموعة جديدة من توي تريانجل. لا تنسوا الاشتراك في قناة توي تريانجل للمزيد من المرح ولمتابعة آخر أخبار الألعاب. ستجدون مجموعة الرسم هذه في محلات الألعاب القريبة منكم. إلى اللقاء!